أنا بشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من قلبي كأبناء سوهاج مركز دار السلام. أنا بشكره على المشاريع وعلى اهتمامه الصعيد اللي كنا مهماشين العقود طويلة ما حدش اهتم بيه. أنا وكنتي فخور إني أنا من الصعيد، عندي الوحدات الصحية على أحدث طراز، عندي مجمعات خدمية، عندي مجمعات زراعية، عندي صرف صحي، عندي غاز، عندي كل الخدمات، عندي طرق. أنا كصعيد دوقيتي بيجي زي أي محافظة فيك الجمهورية. أنا بشكر سيادة الرئيس وبحبك يا رئيس ومعاك يا رئيس وفي ظهرك ورقبتي فداك يا رئيس.